انا لولا ان انا عارفه اني ما ينفعش اسيبك في ظرف زي ده لوحدك مش هاجي هنا تاني. طب اتفضلي. انا مش جايه لك بصفتي الاسيستنت بتاعتك لاني قدمت استقالتي خلاص. ومين قبلها؟ انا مش مستنيه حد يقبل. بلاش كلام فارغ يا امير، بكره الصبح تكوني على مكتبك. لا لا ما بقاش ينفع، الموضوع بالنسبه لي منتهي خلاص. ومن امتى بقى اللي بيشتغلوا معايا بياخدوا قرارات من نفسهم؟ اعتبرها اول واخر مره حد ياخد قرار كده. أميرة أنا مش بتكلم صيني، لما أقول لك بكرة الصبح تبقي على مكتبك يبقى بكرة الصبح تبقي على مكتبك. أنا مش جاي عشان شغل، أنا جاي عشانك أنت، عايزة أشوفك، عايزة أطمن عليك وأشوفك لو محتاج مني حاجة. أنا مش محتاج حاجة. أيوة بس أنا محتاجة، محتاجة إنك تصدق بجد. والله أنا مش عايزة أي حاجة منك، مش عايزة أبقى جنبك بأي صفة، بس خليني جنبك. أنا ممكن أعيش عمري كله على ندهة منك. بكرة الصبح تكلميني من على مكتبك. مش مستنية ندهة؟ أديني ندهت. لو ما كلمتنيش بكرة من على مكتبك مش هدور عليك، وهعرف إنك كذابة في كل كلمة قلتيها. الله. خلاص بقى خلاص، تعال تعال. يا خبر ابيض، كل ده حصل؟ طب وهي فين دلوقتي؟ طيب يا حبيبتي اطلعي انتي نامي وانا هشوف هي راحت فين. لا يا روحي، أنا لسه عندي شوية شغل أخلص وأجيلك على طول. أوكي؟ بوسي لي نفسك أنتي لغاية ما أجيلك وأقطعك بوس. يلا باي يا حبيبتي. رنا، بقولك إيه يا روحي؟ تعرفيش بابي كان بيكلمها في إيه؟ طب يا روحي خدي بالك من نفسك. باي. رجعوا الحاجات والكمبيوترز اللي خدوها الصبح من بدري. انتوا اول ما نزلتوا بعديها كده مش بكتير رجعنا كل حاجه مكانها. طيب بس احنا طلع معانا حد واصل قوي. ليه؟ هو انت كنت فاكره ما كنتش هعرف احلها من غيره؟ لا اكيد طبعا. هي دي بشم هوا، كرهتيني في ام الهوا اللي في البلد يا شيخه. هي مين دي؟ ومين غيرها اللي بتجيب لي على طول وجع دماغ؟ مريم. طب خلاص روقي، انا فاضيه. مينفعش، ما برضه حرام اللي انت عاملاه في نفسك ده، يعني انت جايه من بره مبسوطه ونفسك مفتوحه للشغل. وهيتسدد والحمد لله، كنت مبسوطه. ما هو في ناس كده بيكرهوكي في عيشتك اول ما تيجي سيرتهم. طب لو سمحتي روقي واهدي عشان في موضوع مهم كده لازم تعرفيه. طب اصبري عليا شويه لحد ما اشوف ايه اللي حصل في البيت. طيب ماشي كده رايح فين؟ دريم بارك؟ تعال يا خفيف عشان مراجيح جوه بايظه. ايه؟ يعني ايه؟ يعني مش هينفع تدخل لها دلوقتي. ايه؟ عشان بتتخانق مع دبانوشه. او ماي جاد او ماي جاد نوها، انت لحقتي تنكدي عليها؟ انت كانت جايه الصبح والمود بتاعها كان ممتاز. الظاهر مريم اختها نكدت عليها. مريم؟ مريم مش كفايه اللي بيعملوا فيها عمها؟ حس على دم اللي مخليه فينك ورد على تليفونك. بس بماش كده من الصبح. معلش انا اسف. وانا بقول لك كده عشان تقول لي معلش انا اسف. خش.
اصبر انا عندي ليك مفاجاه. انما ايه؟ اللوز. لوز؟ لوز ايه؟ دي ملبن باللوز. مين دي؟ شفت المفاجأة الحلوة؟ بقالها هنا ساعتين ومش عاوز تبعت لك مسج ولا مخليانا احنا نبعت لك مسج عشان قال ايه تعملها لك مفاجأة. في مفاجأة احلى من كده يا هد؟ تعال اقعد مع بنت عمك عشان تحكي لك الحكاية. تحكي لي يا ماما حكاية جوازها من الصايع الضايع اللي كان هنا. اسكت. مش طلعت عاوزة تتطلق؟ تتطلق؟ تتطلق وانا ما تتطلقش يعني حاجة ما تخصنيش. معلش يا مريم كان نفسي اقعد معاكي بس انت عارفة انا بيبقى عندي شغل بدري. معلش بعد اذنكم صباح على خير. انت رايح فين؟ رايح فين انت؟ انت سيبنا وماشي؟ مجنون انت؟ ممكن تسيبني في حالي؟ لا مش هسيبك في حالك. ما تنشفش دماغك. خش اقعد مع بنت عمك. ايوه تعال اقعد مع بنت عمك. بنت عمي دي في عصمه راجل تاني مش كده ولا ايه يا مدام مريم؟ وفي ايه يعني؟ وانا بقول اخش اغتصبها قال انت؟ الله البنت اتجوزته في لحظه ضعف. ايوه ودلوقتي ندمانه. مش انت يا حبيبتي ندمانه؟ اه شفت قالت ندمانه. نسيبها احنا بقى ونطنش ولا نقف جنبها ونساعدها؟ وخصوصا انها ملهاش حد في الدنيا غيرنا يا واد انت. ما انت عارف اختها ما بتدورش الا على مصلحتها وبس. بنتي مش هتقعد معاكوا اكتر من كده. بنتي هاخدها بالذوق او بالعافيه. لا انا هاخدها بالمحكمه. محكمه قايل هبل هو. أمك ما بتردش. أخ لو تسيبني أرد عليها وأديها في جنبها. تبقى عبيطة. إحنا لو ردينا هنفتح باب للمناقشة ولا قفلت الموضوع ده خالص. والنبي إيه؟ فاكرني هبلة ولا عبيطة يا حازم؟ ولا أكتر فيل على باب الشقة بره؟ والرسالة يا خان اللي أنت لسه بعتها لها من دقيقة إيه؟ الرسالة ما فيهاش خلات وحجم، مش زي الكلام. وانت يعني فاكر انك لما ما تردش هي هتسكت؟ هتعمل ايه يعني؟ هتقض علينا زي القضا المستعجل. ده مش هيغير حاجة في اللي انا ناوي اعمله. اللي ناوي تعمله من غيري من غير ما ترجع لي. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده مليون مرة؟ وانت من يوم ما اتجوزنا وانت عارفة ان انا عندي بنت وهتيجي تعيش معانا هنا. يا حبيبي ده بقى هتسند الحضانة مش دلوقتي، اما تبقى عروسة حلوة كده هو تعرف تخدم نفسها. ما تنساش ان انت بنتك عيانة ومحتاجة رعاية، وانا بصراحة مش فاضية لها. هبقى اجيب لها شغاله. عادي بسهوله تجيب لها شغاله. وانا اللي خدمك طول عمري وشقيانه في شغل البيت عمرك ما فكرت تجيب لي شغاله. جرى ايه يا وسام؟ انت بتقولي شكل البيع. لا يا حازم مش انا، انت اللي بتقول. جرى ايه يا حازم؟ ما كنا ماشيين كويس كل حاجه بالاتفاق. ايه اللي شقلب كيانك ودخل في دماغك ان بنتك تيجي تعيش معانا؟ يعني انت مش عارفه ليه؟ لا عارفه ليه؟ عشان الواد الصايع اللي انت لقيته مع اختها الخرصه. بس ده ما طلعش غريب، طلع جوز اختها، يبقى فين المشكله؟ انا اقول لك فين المشكله. المشكلة يا حبيبي في الكلام اللي الواد ده قاله لك على اختها، صح ولا انا غلطانة؟ بقولك ايه؟ ما تخش تنام احسن. علي النعمة ولا موعد اقها ان انت النار قادت جواك، ولعت جواك اما سمعت اسم نديم، وجريت على المحامي عايز تعمل موضوع القضية والحضانة وتاخد البنت. ليه ده كله؟ ورقة ضغط يعني مش أكتر.
يا عيني على الافتكاسات يا حبيب. ده انا خبزاك وعجناك وفاهمه اللي جواك. انت عايزها ما تتجوزش، تفضل قدامك كده اهو على امل. لا امل ولا عمر، وبطلي فتي بقى. انا بفتي؟ طب اثبت لي يا حازم. ازاي؟ اصرف نظر عن القضيه وسيبها تتجوز. مستحيل مستحيل اسيب بنتي تعيش مع ام مش فاضيه لها وخاله مستهتر. انا كل ده ما يهمنيش يا مريم. انك ندمانه انه طلع عيل وسخ انك عايزه تطلقي، كل ده ما يهمنيش. انا اللي فارق معايا حاجه تانية خالص، انتي ما قلتليش ليه. ليه الكلام ده ما قلتيهوليش من الاول؟ انا ما قلتلكش حاجتين. انت معاكي حق، انت ما قلتليش حبني ولا قلتلي تعلق بيا، بس سبت يعني مجال ده. يا اما انا بقى كان بيتهيألي حاجات. ناديا ناديا، بقول لك ايه، ما تطلعي بالعصير بسرعه عشان دماغي بدك تلين شويه. اصبر اصبر، الشغلانه دي كبيره قوي، محتاجه حد بيفهم في السفلى. يا نهار اسود وبنايين يا ناديا عليكي، هتعملي لابنك عمل سفلي؟ مش هو هو، انا يا عمي اقذي ابني؟ معقوله؟ لا انا هعملها للواد الملزق اللي هي على ذمته، عشان لما يشوفها قرد. حلو. وبدل ما يجيلك عشان تصالحها عليه، لا هيصعف على بطنه ويجي يقول لك من فضلك طلقني منه. انا بيجي لنا ليه يا اختي؟ ما يروح يطلقها منه النفس، انا مالي؟ هيحصل هيحصل، وحياتك انت هيحصل. طيب وابنك هو اللي هيتجوزها، بس انا مش بلع ان هو يتجوز واحده متطلقه. يا ستي نعوضها له في تاني واحده ولا في تالت واحده ولا في تاسع واحده، ده انا هجوزه كل شهر واحده بس هتلاقي مع القرشين واخلص. طب بقول لك ايه؟ نعم. بلاش تمايم مع اختها. اه وريها الوش الخشب. اه وبلاش الكلمتين اللي كل مره بتقولهم لها. لو ان ده مش هيجيب نتيجه. بقول لك انا ايه؟ إيه؟ اختها دي بقى مش هينفع معاها لا وش خشب ولا وش جلد ولا وش جبس. دي مش هتتهد الا بحكم، وقريب قوي قوي هتتنتش الحب اللي هو كده. انتي هتمشي من غير ما نتكلم؟ صحيح، ايه الموضوع اللي كنت عايزاني فيه؟ انا ما قلتلكيش حاجة. ها؟ شايفاني عيلة وهسيحلك. رامي عمل ايه؟ انتي عرفتي ازاي انه رامي؟ ما انتي قرشة ملحته بقالك كام يوم. قرشة؟ ملك، انتي متأكدة ان انتي كنتي في امريكا؟ خلاص يا نهى، عايزة اروح لبنتي. طب اسمعي، انا سمعته وهو بيكلم اميره في التليفون وعمال يتودود معاها في حاجه انا مش فاهماها، بس سمعته في الاخر هو بيقول لها انا هخلص مع فادي، وقفل من هنا راح واخد فادي وهاتك يا وتوده. طب ما تساليه. ما هو ما رضيش يقول لي. اساله انا؟ يا نهار السنيل، طيب عيني مالك في ايه خايفه منه كده؟ لا مش مساله خوف،
بس يعني انت ايه حكايتك بالظبط؟ قلب عليه بقالك كام يوم. طب ما انت كمان قلب عليه. انا ليا اسبابي. وانا كمان ليا اسبابي. اللي هي ما تكلمي يا نهى، بلاش تمسكي العصايه من النص. وبعدين انا ما بحبش اسلوب اضرب ولاقي اللي عملتيه في العزا. اصل رامي هاريني مسجات، وبعدين اصل رامي لويل ليكي قوي يا ملك. هاتي من الاخر قولي فيه. من الاخر؟ رامي عايزك. نعم عايزني ازاي ان شاء الله؟ لا مش كده خالص، يعني رامي عايز يسيطر عليكي يا راجل. ايوه، وعايز لو حصل اي حاجه او تتم في الايجنسي تبقى بمعرفته، ومنى عينه انه يبقى اقرب بني ادم ليكي، ومش عايز انك تتحركي الا بمعرفته، ومفروض ان انا اللي بساعده في كده. ليه بقى ماسك عليكي زله ولا عينك مني؟ افتكرت انت مالكيش في الرجاله. لا دي اشاعات. يبقى بتنصصوا مع بعض. ولا ده. امال بتساعديه ليه؟ نهار اسود ونيل، وطي صوتك لحسن يسمعنا. الله، انت ليه خايفه منه قوي كده؟ لا عادي، يعني صحاب من زمان وكده. والله صحيح، بس صحاب دي مبرر هايل انك تخافي منه وتقولي له على كل حاجه، زي ما جريتي وقلتي له على موضوع الايميل اللي اتبعت لنديم. انا مش هكذب عليك يا ملك، انا اللي فعلا قلت له. ليه؟ عشان هو انا ممكن ما اقولكيش على السبب ده دلوقتي؟ قوي قوي براحتك، بس انا على فكره ما بحبش اسمع وسط الكلام. بس يتقول الحاجه كلها يا بلاش من اصل، ما تقوليش تقولي لي عايزاكي ضروري. سلام. والله لازم حلو جدا. هي مالها في ايه؟ معرفش. في ايه يا كابتن مصر؟ خير خير. نعم الله عليكي، نعم الله عليكي. أنا عاوزك بقى تهدي كده وتروقي. روقي، فاهمة يعني إيه تروقي؟ لأن أنا مش جاي عشانك أنتِ، ولا عاوز حاجة منك أنتِ خالص، والكلام اللي بينا خلاص خلص، وما بقالوش مكان لا في البيوت ولا في المكاتب. حلو أوي، أنا بحب المحاكم، بعشقها. لا خلاص، بدبة عشاء المحاكم ليكي عليا كل يوم. هوديكي محكمة شيك، هلففك على محاكم البلد، محكمة السبع لفات. يا سلام، بس يوم ما اخد حكم بقى بحبسك والناس تلومني اقول لهم عامل ايه؟ ده هي اللي عايزه كده، ده انا خبطت على بابها يجي 150 مرة وهي تقول لي لا. طب وافرض بقى ان الحكم جه في صالحي. يا ريت يا ريت، ده يبقى يوم المنى والله، وايمانات المسلمين هفرح لك من قلبي. ومش بس كده، لا ده انا هاجي لك لحد هنا بالشربات، وناديه مراتي داخله ورايا على طول بالزغاريد. امال ايه، واحده لك الساعه. بس اقول لك حاجه، اللي انا متاكد منه يا ملك اللي انت عاملاها. وإلا ما كانش الخبير قال كده. طب ما نستنى قرار اللجنة الجديدة، ولا أنت خايف للحقيقة تخليك في الأوت؟ أنا عمري ما أروح في الأوت، أنا طول عمري أجيب أجوان. وبعدين يا حبيبتي أنا عمري ما خفت من حاجة، أخاف ليه؟ وبعدين مش عيب إن الواحد يدور على حقه. أنا يوم ما رحت لك المكتب يا ست هانم
كنت رايح ومدد لك ايدي على الاخر. على الاخر؟ آه. عشان تكبش؟ لا لا يا ملك، عيب. انا مهما كان برضو في مقام ابوكي. لو سمحت ما تقارنش نفسك بيه. انا بابا لو جالي شركتي هيفرح لي، مش هيروح يزرني عند بتوع الضرايب. ضرايب؟ ايه الضرايب دي؟ ايه العبط اللي بتقوليه ده؟ ايوه اديك بتقول عبط. اه طبعا عبط، اللي قال لك كده كداب وستين كداب كمان. وهتقولي هنا وانا احط صوابع الاثنين دول في عينيه واخليهولك بلايند. لا اجيب ولا ودي، هبقى اخلي الحساب يجمع. اه بس حسابك تقل قوي يا ملك. الله، مش انت قلت انك مش جاي لي انا؟ اه طبعا. وانا هجيلك ليه؟ اجيلك هنا؟ مش فاكر لما طردتيني؟ ها؟ والمكتب تسيبيني قاعد 3 ساعات ونص في المكتب وحضرتك ما تجيش، وخليتي منظري وحش هناك قوي قدام الناس، ونزلتيني قفايا قمر عيش قدام موظفينك. لاني فاهمه ألعيبك وخططك كويس قوي، والحل اللي انت قلته للمحامي ده معناه ان انا اعترفت بحقك، واعترفت رسمي كمان ان انا مزوره امضه ابويا. انا مش هطلع يا عمي. طب ايه راي حضرتك ان انا ما جاش خالص في دماغي كل الكلام اللي بتقوليه ده يا راجل؟ طب تحب كده انا مني لاختي اكتب لها التلتين؟ لو ده حل يريحك ويخليك تهدى انا موافقه اعمله بحضورك، بس ما تقولش انه ده كان حقك ومتنازل عنه لمريم. مش هقدر يا هشام، اللي حصل لبنتي رابتني ومخليني اشوف الدنيا بطريقه تانية. اتفضل يا حبيبي. انا والله ما عارف حتى اقول لك يا نديم، انا مقدر جدا اللي انت فيه والله، بس خلي بالك من حاجه، موضوع الانتخابات ما يخصكش انت لوحدك. يعملوا اللي يعملوه، ما عادش فارق معايا. مش فارقه معاك، بس فارقه مع مليون بني ادم تاني يا نديم. ولا انت مستني لما شويه ناس مش فاهمه اي حاجه يجوا يغرقوا المركب اللي فيها ويرجعونا 100 سنه لورا؟ مش لازم انا يا هشام، اقعدوا مع بعض وظبطوها سوا. ما ينفعش يا حبيبي، ما ينفعش. ما حدش فينا كلنا بيعرف يعمل التفنيطه اللي انت بس بتعرف تعملها يا نديم. وبعدين بقول لك ايه، احنا متفقين فروم داي 1 ان انت اللي بتسوق. اللي بيسوق دماغه مش فيه خالص، والانتخابات مش هتستناك لغايه لما تبقى فايق يا نديم. هي كم يا هشام، ما احنا عارفين بنكسب الانتخابات ازاي. انا اسف، انا طبعا مش قصدي ازعلك بكلامي، بس اللي حصل لبنتك ده امر ربنا، يعني لازم ترضى بيه يا نديم. اللي ما يعرفش يقول عدس. يا سيدي عرفني. عرفك يا هشام، هو كل اللي تعرف يتقال، خصوصا لو كان شيء جبرك تعمل حاجه ضد القانون. بص انا ما فهمتش حاجه باللي انت قلته، بس طالما قلت كلمه قانون تبقى جيت في الملعب اللي احنا عايزينك فيه. القانون، طب انا هحضر الاجتماع على شرط رجالتنا لما يخشوا المجلس يضغطوا في موضوع تاني مهم جنب مواضيع الاستثمار والتجارة. مواضيع زي ايه؟ ان كل واحد ياخد حقه بسرعة، خطر او العدالة تبقى متأجلة. مش فاهم حاجة، فاشرحلي عايز تقول ايه؟ يعني 5000 محكمة جديدة، يعني 100,000 قاضي جداد، قبل ما يضطر كل واحد فينا ياخد حقه بدراعه. ايه مالك سكت ليه؟ ولا بعد اللي عرفته خلاص مريم مش فارقه معاك؟ مش فارقه معايا يعني ايه؟ هي لو مش فارقه معايا كنت جيت لها النهارده؟ ايه؟ هتخلي المحامي بتاعك يرفع لها قضيه خلع على الليسي؟ والله لو عاوزه كده هعمل. سيبوها في حالها بقى، سيب مريم في حالها. ممكن يحصل انت بتقيده في حاله واحده بس، لو نزلت مريم دلوقتي وسمعتني الكلمتين دول ببقها. ببقها؟ هتسمعهم لك ازاي ببقها؟ يا ستي تكتبهم لنا في ورقه.
بلاش دي، تشاور هي بس وانا هفهم بسرعه، هكذا انا افهمها وهي طايره، ولو ما قدرش افهمها بوقفها افهمها واروح مطيرها تاني. بلاش دي، هقول لك البسيطه المريحه، تنزل تطردي. عارفه لو حصل ده ساعتها بقى لما يحصل لها ايه؟ ولا يهمني، ضميري هيبقى مرتاح ناحيتها بس كده. اه من عينيا دول. تسلم عيناتك. يا مريم، ما ايه ده انت هنا؟ يبقى اكيد سمعتي كل حاجه. تعالي تعالي قولي لعمك الكلمتين اللي عايز يسمعها. تعالي يا مريم وخلصينا، خليه بقى يحل عننا ويسيبنا في حالنا. تعالي يا مريم، تعالي تعالي، قولي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي، قولي يا حبيبتي، قولي. يا حبيبة عمي، ربنا يسعدك ويخليك. شفتي مريم؟ ادي مريم، مريم الطيبة. شفتي مريم ام قلب ابيض؟ شفتي؟ ادي بقى بنت اخويا بجد، دي من لحمي ودمي. اتخلى عنها؟ لا يمكن اتخلى عنها ابدا. حبيبتي يا مريم يا اصيلة، ربنا يسعدك. المفاجأة الجميلة دي، أصله كلمني قال لي إنه ما يقدرش يستغنى عني، وإنه ممكن تحصل كوارث في المجموعة لو أنا ما جيتش. والله أنا كنت متأكد إن ده هيحصل، مستر نديم مش ممكن يستغنى عنك. دي حقيقة. عملت اللي اتفقنا عليه؟ طبعاً. بالنسبة للأذونات بتاع التصدير؟ لا، أذونات التصدير إيه؟ أنا بكلمك عن ملك الجرح. تابعت مع البنك؟ طبعاً، واتأكدت إنها حطت الشيك في الحساب. ما أنا عارفة. قصدي يعني متوقع زي ما أنا قلت لك، واحدة نصابة زي دي هتتصرف بالطريقة دي. ها، خدتوا إجراء؟ السلام عليكم. السلام. وفضلك مكتب الأستاذة بلد. شكرا. الميل ده؟ اوكي. شكرا. اوكي. الميل ده؟ السلام عليكم. فاكس مش عايزاه. عليكم السلام. وفضلك معايا استدعى للأستاذة ملك في النيابة. طب خدي ابعتي يلا الميل ده. استدعى؟ ايوه. ليه خير في ايه حضرتك؟ عايزينها في النيابة حضرتك. بس ممكن توقعي لي بس انا حضرتك بالاستلام؟ أوقع فين؟ حضرتك وقعي لي هنا بس. هنا؟ أيوة. شكرا لحضرتك. طيب اتفضل. والقلم بس لو سمحت. اتفضل القلم بتاعك. شكرا. ايه واتساب؟ واتساب؟ كارثة.